بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة طرف الدبوك، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بنزرع البامية، فتابعونا وما تنسوش تعملونا لايك للفيديو واشتراك في القناة لما اشتركش، لأن أغلب اللي بيشاهدونا غير مشتركين في القناة. قول لي عبدو، أنت عتقيم السرايب دي يعني اللي شغالين فيها عم سيد وعم فريج ليه؟ عنقيمها اولا السرابة تحس مع الغرق والمتيت والفصوص اللي كانت فيها قبل ما تتقام ماتت. بص على السرابة اللي هو عاملها، بص على السرابة. يعني كده هم قاموا السرايب فعلا. طلعت لفه الفص وحطه من فوق، قام هو وقف السرابة عشان تترمي. نرمي الحتة دي اللي هي فيها المية، هي اللي قاعدة فيها المية لحد دلوقتي، هي منبع النتيت. فانت هتتخلص منها دي. فانا دلوقتي احنا عبيها تراب عشان خاطر حتى هي لو جت، طبعا هي ظلامة مردومة مش هتسحب مية. هنردم هو يقيم السرابة، وانا اهم حاجة نراعيها في الري. يعني. طب دلوقتي هترميها على طول نقرة برضه مع الزرع؟ تتنقرة عادي. عشان تتحفظ في المية بحيث ما ترمش مية. هي البامية يعني من انواع البذور اللي هي راسها عسر، يعني تحب مية. فدي حنمشي فيها المية حتنبتها هي، يعني بس غير الارض الحامية حتبقى فيها. يعني حتى لو جيت مرة ثانية وشفتها حتلقاها تخديرها غير الارض الحامية. النهارده هترمي البامية. ان شاء الله. طب ايه بقى يعني عملت ايه انت، ايه المعاملات اللي عملتها الارض قبل ما ترمي يعني تنقر البامية؟ قبل ما ننقر البامية حرقت وسويت بالليزر، وبعد كده فقيت، وبعد الفق مسحت بالفاس عشان السرابة تبقى واقفة، عشان الزرع يبقى يعني السرابة تبقى مفتوحة، الزرع يبقى ايه زي في حماية من ناحية الصقع. يعني انا هنرمي عكس اتجاه الريح. طب وايه اللي عرشوه العمال ده؟ ده فيه الجبس الزراعي، ده يعني مفيد ورخيص الثمن، يعني الطن هني ب 400 جنيه. ده كويس عشان التربة السوداء وهيحل. يعني انت مثلا دلوقتي انا مد للفدان ما يقارب طن سوبر من نوع ده الجبس الزراعي، ومدي سوبر 16% بتاع اسوان ده محبب ده. ده غالي الثمن ده، فيعني انا رامي نوعين من ده، بس الغالي الثمن ده مفيد وقوي، بس ده برضه ده ليه فايده وده ليه فايده. طيب الغله بقى اللي عيرموها تديها مبيد فطري؟ ايوه، ده عملناها بالمبيد الفطري. يعني ده بعد كده عشان الزرع ما يعني ما يحصلش فيه العفن بتاع الجذور ده اللي هيحصل. تمام، كوقايه يعني. كوقايه. يعني معالج مثلا، برضه انت لو جبت اي تقاوت تلاقيها يعني يقول لك معالج. معالج بايه؟ معالج بالمبيد الفطري. تمام. طب دلوقتي احنا النهارده 22/12. هل هو ده الميعاد المضبوط لزراعه الباميه؟ هو انت اعترمي بس عشان انا ما نقدرش نقول لك هو الميعاد يعني. بس انا اللي هيتحكم فيا الجو. انا لسه هنا يعني بجوار الكرنب هنا رامي سربتين تخدير بسم الله ما شاء الله. يعني كتجربه عملتها؟ لا مش كتجربه. ده عشان ان هم دول السربتين دول هيشربوا مع زرعه الكرنب. ولكن انت كل لو قدمت شويه يكون التخدير احسن واحسن. فبعد كده بس هتخاف بعدين من عوامل الجو والصقع اللي هتحصل، عشان كده اخرت لغايه 22 يعني. وفي ناس رمت اول 12، وفي الجبل رمت 15 11. الناس هتبكر برومية البامية، هل عشان السوق ولا ايه؟ عشان السوق، يعني ممكن شوال سوق، شوال البامية في السوق الاولاني مثلا يساوي 5 شوايل، في بعدين يساوي 6. يعني كل ما ربنا اكرمك مثلا وبض يعني في التبشير والسوق البدري هتبقى في انتاج، في انتاج وفي محصول.
لان عامل السوق اهم شيء، وبعد كده ياتي الزرع برضه. رب نكرم الجو يكون ان شاء الله كويس. ان شاء الله ربنا ييسر الامر ويكون السوق كويس، ويكون السنه يعني السنه الاول اللي قبل اللي فاتت كان الجو بسم الله ما شاء الله يعني. وبعدك لكن السنه اللي فاتت كان السوق الصقعه شديده، فكان في تاثير وكان برضه، لكن بس السوق كان في سوق برضه، ويعني ماشي الامور والحمد لله، يعني الامور ميسره والحمد لله. ربنا يوسع عليكم يا رب. انت حليت؟ نعم. الله يكرمك. ان شاء الله. شهاب العدل. شهاب العدل. والمنتزه الشرقي والغربي ما رشيناش. منهم وسط. انت بتخف بقى ان هي طبعا تقابل كميه معينه ما يشكلش عمي على المطر. ناشد الوزاره وزاره الزراعه والحكومه عموما لانشاء منطقه لوجستيه حتى يتمكن المزارعين هنا من تصدير منتجاتهم اللي هي تاخذ مده صالحيه، يعني مش تتحمل سفر، يكون في منطقه لوجستيه مثلا في الغردقه او في القصير حتى نتمكن يعني من تصدير المنتجات سريعا دلوقتي للدول الاخرى يعني. وتفعيل دور الجمعيات الزراعيه في الارشاد الزراعي، ان تهمش دور الجمعيات الزراعيه والارشاد الزراعي، في المزارعين ما عندهاش خبره يعني مش تقدر تتعامل مع اسلوب الحشرات ولا القفيليات. الله يديك العافيه صاحبي. الله يبارك فيك. ما شاء الله عليك.